على الفساد ينصر الحق ويسالك يصنع مجد البلاد إلى الأمام مع النقيب خلفان بطل همام يحفظ لنا الأمان أنت القوي الرائد تسلك سبل النجاح إلى الأمام مع النقيب خلفان بطل الهمام يحفظ لنا الأمان إلى الأمام مع النقيب خلفان إلى الأمام كما تعلمون المدينة في خطر، فالنيزك ينطلق نحونا بسرعة هائلة تزداد أكثر فأكثر مع اقترابه من مجال الأرض الجوي، وهذا يعني أنه سيصطدم بنا في غضون 5 أيام فقط. وهل من خطة لإيقافه؟ بالطبع، خطتنا هي تدميره في الفضاء أو على الأقل تحويله عن مساره. أمامنا 46 ساعة لإتمام ذلك. وكيف سنقوم بتفجير النيزك؟ أعارنا الجيش صاروخاً متطوراً نتسلمه منهم في 6 PM. علينا تأمين وتسليم هذا الصاروخ إلى قاعدة الإطلاق دال في 8:00 PM حتى نتمكن من إطلاق الصاروخ وتدمير النيزك. المدينة كلها تعتمد على نجاح هذه المهمة، وهي أملنا الوحيد. لا أظن هذا. ماذا تعني؟ سيدي، أنا أطلب إعفائي من هذه المهمة. أعتقد أن زملائي أكثر من قادرين على حماية الشحنة. وماذا عنك؟ علي أن ألتقي بشخص ما. النقيب خلفان، شكرا على زيارتي. هل أحضرت لي هدية؟ كعكة ربما، وفيها مفتاح مخفي يساعدني على الهروب. وبما سيفيدك المفتاح؟ أنت في سجن عالي التأمين، لن تنجح في الهرب من هنا وإن امتلكت مفاتيح الدنيا. يمكنني أن أحاول. على أي حال لدي الكثير من وقت الفراغ، ولكن دعك من هذا، احكي لي كيف حالك وكيف هي حياتك من دوني. كف عن هذه الألاعيب السخيفة وقل لي كيف يمكن إنقاذ المدينة. وكيف لي أن أعلم؟ أنا هنا أقضي مدة حكمي ولا علاقة لي بما تقوله. أنت تعلم أن هذا النيزك يتجه نحو مدينتنا، أليس كذلك؟ وأنت تجلس في نفس المدينة التي على وشك أن تنتهي من الوجود. أنا واثق من وجود خطة لديكم لإخلاء المدينة، المواطنين والسجناء أيضا. ربما، لكن لمواطني المدينة الأولوية بالطبع، والوقت ضيق. حسنا، لقد اقتنعت، ولكن هذا لا يغير شيئا.
أنا لا أعرف كيف يمكن إيقاف النيزك. شخص واحد فقط يمكنه فعل ذلك. ولكن لستر في غيبوبة. هذا صحيح، لكن عقله ليس كذلك. ماذا تعني؟ ليستر لم يكن يثق في أي شخص إلا نفسه، حتى أنا. لذا بدلا من الاعتماد على أي شخص آخر كان يعتمد على نفسه. لقد استخدم ليستر تكنولوجيا بنت لتطوير جهاز يعمل بالذكاء الصناعي لبناء نسخة عن عقله. هذا الجهاز مزود بكل ما يعرفه ليستر، بالإضافة إلى تاريخ طويل من القرارات التي اتخذها ليستر، بحيث يستطيع الذكاء الصناعي محاكاة عقل ليستر وطريقة تفكيره. ممتاز، بالتأكيد يمتلك هذا الجهاز الحل، ولكن كيف يمكن الوصول إليه؟ لا أدري، ولكنه في مكتب ليستر. أين بالضبط؟ كل ما أعرفه أن ليستر كان يغلق مكتبه بالساعات لتغذية هذا الجهاز، وكان دائما يقول إنه يستمتع بالحديث مع كيان ذكي بخلاف الأشخاص الذين يتعامل معهم عادة. حسنا، إذا كان هذا الجهاز موجودا بالفعل فسأجد طريقي إليه، ولكن إن كنت تكذب. لا تقلق، إنه هناك. سنرى. النقيب فات. أنا العقيد أسامة من قوات الجيش، لدي هنا شحنة من أجلك. كنت أتمنى أن نتقابل في ظروف أفضل، ولكن قلوبنا كلها معكم. وفقكم الله. شكرا لك. والآن يا ليستر، ترى أين خبأت هذا الجهاز؟ أنا لا أعلم لماذا فعلت هذا. أشعر أننا مستهدفون، ولكنني أشعر بالقلق الآن. كان يجب أن... هناك من يتبعنا. يبدو أن الزعيم كان يكذب كعادته، ولا وجود لمثل هذا الجهاز. لو كان هناك شيء هنا لوجده أفراد البحث الجنائي، إلا إذا...
الذي يحاول فعله؟ احترس يا مريم، إنهم يخططون ل... لن أسمح لهم بذلك. يبدو أن القوات لم تكتشف هذه الغرفة. ولا بد أن هذا المقعد هو الجهاز الذي أشار إليه الزعيم. والآن كيف يعمل هذا الجهاز؟ حسناً، ماذا الآن؟ إنه قوي جداً، لا يمكننا قصه. حان الوقت لإنهاء هذه العملية. فهد، إنني أفقد السيطرة، لابد أن تهبط من السيارة. ولكن ليس هناك متسع من الوقت، لا أريد أن نهوي من السماء. مرحباً. هل من أحد هنا؟ أين أنا؟ سيادة النقيب، مرحباً بك. أنت في عقلي بالطبع، وإنك إذ دخلت إلى هنا بإرادتك، إلا أنك لن تستطيع الخروج من هنا أبدا.